كان قبل ساعة، قبل الظهر بساعة، كان معي رجل يحدثني، نعم، عن أحد الصالحين، نعم، اجتمع بهذا رئيس الشيشان، نعم، بجلسة خاصة دعاه إليها، فذكر له، قال له: أنا كل يوم أصلي على النبي عليه السلام 13,000 صلاة. دي 13,000 صلاة كل يوم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أريد أن أزيد، كم ما عندي وقت، مشغول بالرئاسة. قال: أريد أن أزيد أكثر. قال: ما عندي وقت. نعم. فهذا أيها الأحباب يعني اشتغل برئاسة تلك البلاد شيشان، وكل يوم يصلي على النبي عليه السلام 13,000 صلاة. وأنت يا مسلم ما عندك عمل ولا عندك شغل، ما تتمم 1,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟